شركاء وزارة التجارة الشركاء نقولوا هنا الأمن الوطني والضبط الوطني الصحة هي السابقة أن المنطقة الغربية ولاية بورتوري هي مشروع سجلنا بها وزارة الاتحادية سابقا عندنا منطقة أخرى عندنا مسؤولية قرية مورا وعندنا في الجهة الجنوبية برج الغدير وعين كبرون هذو جميع سجلنا باليوم العالمي للحماية المدنية الذي اختير له كشعار هذه السنة مسعف في كل بيت. لذلك نظرنا ونرى راهو مسجد الحماية المدنية لا يخشون الذهب ولا يخشون المخاطر يضعون حياتهم على مكفهم في جميع التدخلات ثم الإقامات ثم الهجوم. إنها السيرة العامة في العملية إنها سيرة يحفظها كل رجل حماية مدنية ويلتزم بها فهي لسلامته وسلامة المتدخلين معه. قطعت اشواطا عملاقه في ضغط زمني قياسي فانتقلت من كلب متنف واحد الى اربعه كلاب فقط فان الكلاب موجوده هنا في بورت عريس. اذا فعاليه كبيره لهذا الحيوان الذي استعمله الانسان منذ القدم والذي تستعمله الحمايه المدنيه حاليا. يقوم عناصر تقاتليه بوضع إحاطة أمنية لمكان عبر مستويين، نعم إحاطة أمنية لمكان عبر مستويين، المستوى الأول خاص بالفئة المتدخلة، أما المستوى الثاني فهو خاص بباقي عناصر الحماية المدنية والأجهزة الأمنية التي تراقبنا دائما في التدخل. ورفعت النهاية بين مشهد الجزائر، نحن نحمي الموطن من حريق وضرر وسنبقاها هنا وسنبقاها هنا وسنبقاها هنا لا نبالي بالخطر. ها هم احفاد عميروش وسي حواس ولدى فاطمه سومر يرفعون العلم عاليا نقولها للجميع ونقولها للدنيا الجزائر امانه في اعلامنا سنصونها وندفع بالمال والنفيس لاننا سنة شعار مسعف لكل بيت حيث تهدف هذه الرسالة إلى تصديق ثقافة وثائقية في المجتمع وكذا تنوير الرأي العام كيفية التصدي للحوادث
والكوارث المختلفة جنبا إلى جنب مع الكمال المدنية من اجتثام التدابير وكيفية التصرف قبل وأثناء وبعد وقوع حوادث كبرى في إطار الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية والسلام. على غرار مختلف مديريات الحماية المدنية عبر الوطن وكذلك أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية على مستوى العالم بالعيد الوطني أو العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح من مارس من كل سنة، هذا الاحتفال يأتي هذه السنة تحت شعار مسعف في كل بيت، وهو حقيقة شعار تم تجسيده من طرف برنامج مديرية العامة للحماية المدنية مسعف في كل بيت من خلال عملية تكوينية انطلقت منذ 2010 وشملت مختلف ولايات الوطن، ونحن بدورنا تم إنشاء عدة مراكز على مستوى الوحدات لتعم الفائدة ويكون هناك ثقافة وقائية وأمنية لفائدة المواطنين من أجل سلامة وأمن الحماية، سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات. بالنسبة لوباء كورونا الحمد لله الجزائر لحد الآن راهي ما سجلتش حالات خطيرة، واحدة فقط تم التعامل معها وسفرت إلى بلدانها، وبالتالي نحن كحماية مدنية منذ الأولويات تبقى لتعليمات السيد المدير العام للحماية المدنية قمنا بعملية تحسيس وكذلك لمختلف أعواننا من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة وكذا التعامل مع مختلف الحالات التي يمكن أن توجد، والحمد لله في ولاية بوربور ريج لم نسجل أي حالة، وبالتالي نحن جاهزين من أجل التعامل مع هذه مع هذا الوباء وفي جاهزية تامة.